السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ قبل ما نبدأ حبينا نشكر كل الناس اللي باركونا على الفيديو اللي فات وعلى كم الاتصالات والتعليقات اللي جات لنا، وده كان واجب شكر ولازم نأديه. ولو لسه ما اشتركتش معانا اشترك دلوقتي علشان يوصلك كل جديد. نتقابل بعد الانترو، خليكم معانا. فكرتك قبل التنفيذ لا تساوي شيء، هي مجرد فكرة. طيب ازاي تقدر تقول كده وانت لسه امكانياتك محدودة؟ الفكرة بسيطة، اعلن عن نفسك، عرف كل اللي حواليك انت بتعرف تعمل ايه، قول انا بعرف اعمل كذا، ولو احتجت اي حاجة في المجال ده انا بقدر اديلك سعر مميز او بقدم لك سعر كويس مقابل الخدمة اللي بقدمها لك. بمعنى اصح سوق نفسك، انتشر، وده مش عيب ولا حاجة وحشة لانك بتعمل خدمة وبتاخد مقابل للخدمة دي. بس خد بالك، اوعى تقلل من شأن اللي بتعمله، واوعى تقبل بمقابل قليل جدا وانت شايف ان شغلك وتعبك يستاهل اكتر من كده. اشتغل وانت راضي، تفاوض، مش عيب انك تتفاوض، بس المهم انك تشتغل وانت راضي وانت مبسوط. هتيجي تقول لي طب انا هبدأ ازاي وانا مش معايا العدة اللي بشتغل بيها او الادوات اللي بشتغل بيها، ناقصني حاجات كتير، هبدأ ازاي؟ هقولك اجرها دلوقتي، ولما يكون معاك فلوس ابدأ اشتريها حاجة في حاجة، ولو الحاجة دي غالية اشتريها بالقسط. شوف الاهم في المهم، ابدأ باللي معاك دلوقتي وما تستناش تجيب حاجة علشان تبدأ، ابدأ باللي موجود، ما توقفش نفسك على حاجة وما تعطلش نفسك على حاجة، اللي موجود معاك ابدأ بيه، ومع الوقت هتلاقي أدواتك بدأت تظهر معاك واحدة واحدة. وما تستناش حاجة من حد لأن محدش هيديلك حاجة، شغلك بس هو اللي هيديلك مش أي حاجة تاني. ابحث واقرأ كتير في مجالك، حاول تاخد كورسات، حاول تدخل ورش، ولو معكش فلوس إنك تبدأ في الموضوع ده وإنك تاخد كورسات ادخل على يوتيوب وعلى جوجل، كل حاجة متاحة عليهم ومجانا، بس اتعب نفسك شوية في البحث. ابعد عن المحبطين، ما تسمحش لحد انه يحبطك، انه يقلل من عزيمتك، وعلشان ما تخسروش حاول تتجنب الكلام معاه في الموضوع ده. مش بقولك اقطع علاقتك بيه، بس تلاشى الكلام معاه في الموضوع ده، لان هو ببساطة ممكن يكون حد بيحبك وخايف عليك وعايز مصلحتك، بس للأسف هو مش شايف الرؤية اللي انت شايفها، مش بيفكر زي ما انت بتفكر. ما تسمحش لحد انه يسرق فكرتك، وهو ده موضوع الحلقة. يعني ايه ما تسمحش لحد انه يسرق فكرتك؟ يعني ما تروحش تدي فكرتك لحد على سبيل انه هيدعمك وانك هتبدأ كبير، لان مفيش حد بيبدأ كبير. ابدأ صغير واكبر بمشروعك، واشتغل وانت مرتاح، اشتغل بمزاج، وهتشوف مشروعك بيكبر قدامك يوم بعد يوم، زي الارض لما بتزرعها وبعدين بعد فترة بتلاقي محصولها طلع وتلمه وتبيعه. نفس الكلام، اصبر على مشروعك، اصبر على شغلك، ما تستعجلش الرزق، ما تستعجلش وتقول انا هبدأ امتى او انا هبدأ الم الانكم بتاعي امتى، مفيش الكلام ده. لكن ما تجريش ورا حد بيقولك هات فكرتك وتعالى ونشوفها، ولو عجبتنا هندعمك على امل انك تكبر بسرعة او تحقق اهدافك بشكل اسرع، وبعدين يقولك احنا اسفين فكرتك ما تقبلتش، مش هنقدر ندعمك، فرصة سعيدة. وبعد فترة تلاقيه بينفذ فكرتك اللي قالك عليها وحشة وما تقبلتش. وما تقوليش هوقع معاه عقد عدم افصاح، لان ببساطة مش هتقدر تثبت ان هو ده الشخص او هي دي المؤسسة اللي سرقت فكرتك ونفذتها. الفكرة ببساطة حد معاه فلوس وعنده مشاريع، والمشاريع دي بتجيب له ربح، وفي نفس الوقت معاه فلوس تانية وعايز يدخلها في مشاريع تانية ويضمن انها تدخل له ربح اضافي، وفي الغالب هو مش مستعد يبذل جهد في التفكير في مشاريع جديدة. يعمل ايه؟ يبدأ ياخد الافكار الطازة الجديدة من الشباب الصغير
اللي عنده طموح وعايز يبدأ ودماغه شغالة. بس للأمانة الموضوع هنا بينقسم لنوعين. النوع الأولاني بيشارك الشباب فعلا وبيديلهم فرصة وبيديلهم حقهم ماديا ومعنويا وبيسمح لهم ان هم يديروا مشاريعهم بنفسهم، وفي نفس الوقت هم بيكسبوا خبرة وبيكبروا واحدة واحدة، وهو كمان جاله دخل جديد يعني فتح حنفية جديدة، وفي نفس الوقت ريح نفسه من الإدارة واكتفى بالرقابة فقط، والناس دول نقدم لهم كل الشكر والتقدير. والنوع الثاني بيبقى ناوي الغدر من الأول، بيعمل مقابلات مع شباب كتير ويلم مشاريع وفي الآخر بينصب عليهم وبياكل حق الشباب دول لوحده، وهم شايفينه في صورة كبيرة ومتخيلين وفاكرين انه هو فعلا بيدعمهم، بس هو للأسف عشمهم وأكل حقهم. قبل ما تقدم مشروعك لحد اتأكد من نزاهته ومن التجارب السابقة معاه. اللي خلانا نفتح الكلام في الموضوع ده انه انتشر جدا في الفترة الأخيرة، وفجأة كل الناس بقت تدعم الأفكار الجديدة، فلازم تكون حذر في التعامل علشان محدش ياخد منك تعبك ومجهودك وفي الآخر انت اللي هتكون خسران. وياريت لو قدرت تبدأ لوحدك من غير مساعدة حد، ده هيفرق معاك جدا وهيكون عندك الحماس للاستمرار. وده كان ملخص بسيط عن أسلوب دعم المشاريع، الإيجابي منه والسلبي، ونتمنى تكونوا استفدتوا من موضوع فيديو النهاردة. وإن شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن أهمية التسويق للأعمال التجارية، ولو في موضوع معين حضراتكم عايزيننا نتكلم فيه ياريت تقولولنا. شكرا وإلى اللقاء في الفيديو القادم. السلام عليكم.